يعني يمكن فريق السيدات كابتن خالد قال كلمة كويسة قوي قال ان احنا نحافظ على لعبتنا وما اتكلمش بس عن فريق السيدات قال الموسم اللي جاي صعب طيب. النهاردة النادي الاهلي بيفكر من دلوقتي في الموسم اللي جاي في الألعاب الأخرى ازاي يقدر يساند في الفرق المختلفة بهذا او بهذه يعني احنا الحمد لله عندنا في القطاع الناشئين عندنا يعني فرقه جاهزه تقدر تبقى موجوده عندنا النهارده عمرنا ما كنا بنشوف في اربعه او خمسه لعيبه بيشاركوا على مدار الموسم فترات طويله جوه الماتشات هنا هنا هتحوت مريم وسيم عندنا طبعا الناس اللي موجوده حبيبه بيكو لسه قدامها كتير قوي مشوار كبير في النادي الاهلي ان شاء الله فاعتقد ان احنا هي دي المشكله الوحيده ان انت كمان في غياب سرايا مش عارفين الفتره اللي هتقعدها قد ايه يعني لسه ممكن يكون قدامها سنه تقريبا كمان وان انت النهارده خدت البطوله فانت مش هتقدر تجيب غير صفقه واحده الموسم الجاي فاعتقد ان بنات الاهل قادرين ان شاء الله ي... الموسم اللي جاي كمان يدونا موسم احسن من ده مع اللي هيطلعوا من قطاع الت... الناشئين يعني آه المفروض ان احنا عندنا قاعده كويسه جدا ودي اللي هتقدر تخلينا نكمل الفتره اللي جايه ان شاء الله